عندنا برامج وعندنا برامج وعندنا برامج وما زال في عندنا في الجديد 15% تسرب. لما انا بطلع على الارقام اللي موجوده هون انا اذهب 70 طالب من اوتاكين و73 طالب اللي بدهم شايفين شو مسجرت. يعني انا بحكي عن 143 طالب من مجموع 860 طالب في المرحله الثانويه. يعني انا بحكي عن 15-16%، فما ضعف ما هو موجود في التعليم العربي كلياته بما في ذلك المقر. اذا في مشكله موجوده، اذا في مشكله موجوده ويجب ان انا اتعامل مع المشكله. لان انا في سياق محاضرتي، بما ان المحاضره او مداخلتي مش محاضرتي هي مقتصره، راح اكتفي بان انا اعرض بعض الامور، ومن خلال عرض بعض الامور اطرح برضو بعض الحلول. وراح اعرض انا دراسه اللي احنا قمنا فيها انا وبروفيسور زميل لي بروفيسور بيرسكو، لدراسه قمنا فيها في التعليم العربي كلياته بما في ذلك التعليم البدوي والتعليم الدرزي، لان اولاد عمنا بحبوا هيك يجزئونا كمان شوي بصير التعليم الجليل والتعليم المثلث والتعليم المسيحيه والتعليم الاسلامي بجزء المجزء. فصاروا البدو يعني مش عرب، بطلوا تابعين للعرب، يعني مع انه العروبي البدوي هي اصل عروبي، ومع ذلك يعني سموه حنوخ بدوي وفي حنوخ دروزي. في عنا ارتفاع في نسبه الاكاديميه العرب. سنوات الستين كان يمكن في عنا كل اللي بتعلموا في الجامعه العبريه، ياما كانت الجامعه العبريه لا يتعدوا ال 50 الى 60 طالب. اليوم احنا بنحكي عن 40,000 حملت شهاده جامعيه، بمعنى بي دي او بي اي او ام اي او دكتوراه من العرب. 40,000 واحد. يعني المجتمع العربي اليوم هو ليس ذاك المجتمع ما بعد النكبه، هو مجتمع اخر، ليس فقط من حيث تعداد السكان، كنا 160,000 اليوم حكينا عن 1,300,000، لا نحكي برضو عن مستوى الوعي والإدراك والمستوى العلمي. وهذا مجتمع منتج، وفي عنا محاضرين بالجامعات وعنا باحثين وعنا بروفيسورية وعنا ممكن ياخذوا كمان نوبيل.